يلا احنا بين الرواية المجموعة القصصية الأولى والثانية باش نحكيه مع هيام الفرشيشي ضيفتي، قدمها من خلال مشهد والظل وخيل خيال الموج، هذوما زوز المجموعات اللي يختزلوا رحلة. قبل كل شيء مرحبا بك مدام هيام، اهلا وسهلا بك. صباح النور إنيس، تحية ليك، تحية إلى كل المشاهدين. يعيشك. دونك اليوم اختزلنا المشوار كأنه نحكيو العندليبي وكلمة المشوار، دونك هاكا نستغلوها هوني، مشوارك بين زوز مجموعات بين يدي توا، هذا هو. نعم، قبل المرور إلى التجربة الروائية لابد من الإشارة إلى المجاميع القصصية. من خلال المجموعة القصصية الأولى المشهد وذل الصادرة في 2010 والتي حازت على جائزة زبيدة بشير للإبداع الأدبي، أي اللي هي هذه بنداية. أي نعم، ثم من خلال المجموعة القصصية الثالثة خيال الموج والتي تميزت بتطوير أساليب كتابة القصة الحديثة. طيب ما شاء الله عليك هيام، ناشطة وعندك أكثر من نشاط بأكثر من كاسكيت، يعني ما شاء الله عليك. دونك كل مرة تفاجئنا، كل مرة نعرف اللي أنت وراء نشاط من الأنشطة، كما النشاط هذا اللي باش نحكيو عليه واللي تنظموا المكتبة المغاربية، هكا تنظيم المكتبة المغاربية وجمعية أحباء المكتبة والكتاب بن عروس، نحكيو على ندوة ليلة العنف. دونك اللي تمت هذه مؤخرا في آخر الأسبوع اللي فات. نعم، يوم 26 جانفي بمناسبة حوارات ثقافية. في الحقيقة هي الحوارات مدرجة في بيت الفكر والإبداع الذي تأسس في المكتبة المغربية بابن عروس في ديسمبر 2017 وتواصل إلى الآن. نحن نهتم في هذا النادي بإشراف مديرة المكتبة المغربية سيدة فتحية شعبان ورئيسة جمعية أحباء المكتبة وال كتاب، بتناول الإشكاليات الفكرية والإبداعية المطروحة في الإنتاج التونسي الحديث، ولنا بعض المحطات القارة في اليوم العالمي لحقوق الإنسان وفي اليوم العالمي للمرأة، حيث في كل مرة في 10 ديسمبر نتناول إشكالية تتعلق بحقوق الإنسان. على سبيل المثال في ديسمبر الفارط تناولنا المشاركة في الحق الثقافي، ثم لابد من تكريم مبدعات ونسيات متألقات في اليوم العالمي للمرأة. الجديد في هذا النادي العنف، لأنه العنف الساعة اللي يمس شكون، العنف في أي فضاء وأي نوع للعنف. نعم، بما أننا في فضاء يهتم بالمطالعة أكيد سننطلق من المدونة الأدبية التي عالجت ظاهرة العنف من خلال إدانة العنف، من خلال إنقاذ يعني حتى القارئ من العنف بالإشارة إلى العديد من سلبياته، ومن خلال العديد من المداخل الأنثروبولوجية النفسية الاجتماعية، كذلك الإشارة ضمنية إلى العنف السياسي، العنف الثقافي، العنف الاقتصادي، تمظهرات العنف خاصة في الواقع، حجم العنف، أشكال العنف، العنف ضد المرأة، العنف في المؤسسات التربوية يعني بين المربي والتلميذ وبين العائلة والمربي، يعني من الصور يعني الصور الجديدة التي فاجأتنا. والموضوع في الحقيقة يستحق أن يثار من خلال مختلف الأجيال، لأننا حرصنا في هذه الحوارات الثقافية أن تحضر معنا كل الفئات الاجتماعية وفي نفس الوقت كل الأجيال، فحضر معنا اليافعون، حضر معنا الشباب، هذا إلى جانب النخبة التي تواكب مختلف هذه الندوات، وبعد كذلك المهتمين بهذه النوادي الثقافيه التي يطغى عليها الحوار والنقاش. اذا لابد من الحوار، ما لابد من هاني جيتك فقط نحب نذكر انه في علاقه مباشره بالموضوع، غدوه ان شاء الله ضيفتي باش تكون هيفاء الوسلتي باش تحكي لنا على العنف، العنف بين الاطفال اللي هو ايضا بالارقام وبالاحصائيات في تنامي، خلينا نقول ولا ظاهره ما نجموش نسكتوا عليها. غدوه ان شاء الله ثلاثاء في موعدنا في فورم. يقول قال شنو أهم المخرجات، شنو اللي ركزتوا عليه أكثر في تناول الظاهرة؟ الظاهرة هل يكفي اليوم أنه نقولوا أنه عنا برشا أشكال لتمظهر العنف، أنه برشا فئات وشرائح عمرية ضحية للعنف؟ أما بعد هيام وبعد يعني
شنو هو المخرج؟ نعم، هو في الحقيقة من خلال إثارة إشكالية العنف عن طريق الأدباء الحاضرين معنا الذين وجدناهم قد حللوا تجليات هذا العنف من خلال حتى الأقاصيص التي كتبوها، وتفاجؤوا بمستوى العنف الموجود يعني في الكتابة، لأنه يعكس يعني بنية المجتمعات وتكثف العنف في فترة من الفترات. حتى على فيسبوك هذه تعرف يعني من بين تمظهرات، وعذرا على المقاطعة، هو صفحات التواصل الاجتماعي اللي ولات هي أيضا مرآة للعنف هذا. أكيد، ثم هذه الصور هي تتمظهر من خلال المشاركات، يعني كل طرف له رأيه في الموضوع، له بعض الصور التي يستعرضها تتحدث عن صور العنف، وفي نفس الوقت هناك حوار، يعني باعتبار أنه حوار الأجيال هناك محاولة توجيه، محاولة البحث في الأسباب، محاولة البحث عن بدائل، يعني لابد من إثارة هذه المواضيع. أهم الأسباب اللي توقفتوا عندها شنو كانت؟ أهم الأسباب يعني في على رأس القائمة شنو أهم الأسباب اللي اتفقتم حولها؟ أسباب النفسية، أسباب اجتماعية، كذلك أسباب سياسية مثل ظاهرة التهميش، ظاهرة الإقصاء، غياب الحلول، ثم هذا التشنج والتوتر في العلاقة بين الأشخاص، حتى هو في العلاقة مع الذات أحيانا، مما يعبر عن إيذاء النفس، إيذاء الآخرين، مظاهر القسوة. يعني لابد من وجود البدائل ولابد من الحلول، والحلول يعني في علاقة مباشرة بالأسباب هذه أهم الحلول اللي ركزت عليها. أهم الحلول هو إعادة النظر في العديد من البرامج التعليمية والثقافية، لابد كذلك من التأهيل الاجتماعي والبحث عن حلول سياسية واقتصادية، في الحقيقة حلول شاملة. نتصور كان لقاء ممتع. تحتاج إلى رؤية عميقة وثاقبة لكي نتجاوز هذه الظاهرة التي مش بتقوليش هكا عرضا ولا صدفة ولا الإعلام. نعرف الإعلام جبتونا ولا لا؟ أكيد فما دوري هذولي أيضا تثقيفي توعوي عن الإعلام، باعتبار أن المنابر الإعلامية تتفاوت، ثم أن ظاهرة العنف في بعض المنابر الإعلامية وجدناها قد قلت ربما هناك بعض المسؤولية حتى على الشاشات سواء في الأعمال الدرامية وغيره. نعم، طب نتصور اللقاء كان ممتع وثري. فيما عدا هذا فين نراوك هيام؟ يعني بالحق قدمتك قلت مناشطة ما شاء الله عليك، دونك مستقبلا فين نجمو نلقاوك؟ نعم، في الحقيقة النشاط هو يستمر شهريا في المكتبة المغربية بابن عروس، كذلك في بيت السرد بدار الثقافة بابن عروس، وهناك بعض الأنشطة الأخرى التي تطرح نفسها، خاصة ربما في نادي القصة. دونك اليوم اللي ولا عنده رواد وزاد نادي القصة من الشباب ومن الكتاب والروائيين والنقاد. الهدف من هذه الحوارات أن يكون الشباب حاضرا، وأن تكون حتى فئة اليافعين حتى الأطفال حاضرين، باعتبار أننا مررنا إلى مرحلة التأطير ومرحلة الورشات الإبداعية للأطفال وللشباب لكي يكونوا يعني في المستقبل من الحاضرين يعني بفاعلية، ونحن نعول على هذه الأجيال لكي تكون حاضرا في هذه الفضاءات الثقافية، لأنها تنمي الذات، لأنها تفتح يعني الآفاق بالنسبة لشخصية الطفل والشاب، في تفتح يعني حتى العديد من المجالات في تفكيره، في تصرفاته، في التعامل مع كل أساليب الحياة وكل البيئة. ممتاز. إذا نحب نربط شوية الربط ما بين الحوارات هذا النوع من الحوارات الفكرية الثقافية ومعالجة بعض القضايا اللي موجودة في المجتمع متاعنا، وبين أيضا صفتك كناقدة وكروائية وكقاصة وكناشطة في الحقل الثقافي. شنو دور اليوم، ونختم معك بهذا هويم، شنو دور المثقف اليوم المبدع اللي عنده الكاسكيت متاعك أنت مثلا اليوم في أنه يغير الواقع، في انه يصلح، هو ايضا مصلح من المفروض للمجتمع بتاعه؟ نعم، هو سؤال يطرح نفسه، يعني نحن احيانا عندما نوجه الدعوه الى مبدعين قد يرفضون باعتبار انهم يريدون فقط التركيز على اعمالهم الادبيه، وبالتالي يغيبون دورهم الفاعل في ان يكونوا هم المشعل، هم النخبه، هم من ينيرون السبيل للاخرين، هم من يعادلون، هم من يوجهون، هم من يقدمون عصاره ابداعهم
المجتمع من حولهم، وبالتالي المبدع ان لم يكن فاعلا في بيئته الابداعيه والثقافيه والاجتماعيه يكون قد عزل نفسه، لان العلاقه بين الذات المبدعه وبين الاخر ليست هي علاقه عموديه. يخلق الهو ما يسمى بالهو بين المتلقي وبين المثقف اللي يقعد في برج العاج. له دور، يعني دور المبدع مهم، يعني هو ليس فقط منتج وينتهي دوره، هو انسان فاعل. اشكرك برشا هوية. دونك على هامش الندوه حبيت نسمعك، حبيت انسلط الضوء على شويه من الاعمال نتاعك في انتظار الروايه الاخيره ترجع لنا بها ان شاء الله وتكون معنا لهنا في احتفائنا بالاصدارات الكتابيه الروائيه. شكرا. نعملوا هكا، تعدنا بالعوده ان شاء الله بانتاج وافر ان شاء الله. نشكرك برشا هوية.